السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم باللايف. اليوم راح نحكي عن كيف نحصل على، خلينا نقول، مساعد صيدلي أو pharmacy assistant job في كندا. مثل ما أنتم شايفين أنا لابسة الزي مال Shoppers Drug Mart، بصفتي اشتغلت في Shoppers Drug Mart، في Real Canadian Superstore وفي Loblaws. So basically خليني أقول لكم شوية عني زين حتى يكون عندكم شوية فكرة عن الموضوع. هسه أول شيء مثل ما شفتوا أنا اسمي شمس قياند أو شمس الشيخري. So basically خلينا نقول من وين بدت الرحلة أو من وين انطلقت رحلتي في عالم الصيدلة أو شنو أنا اللي أسوي. أنا فعليا I'm a PharmD. I graduated with a PharmD degree من الجامعة الأردنية في سنة 2016. بنفس الوقت اشتغلت as a cert بالكلينيكال ريسيرش، تمام؟ اشتغلت بالكلينيكال ريسيرش وبعدين لما وصلت لكندا صرت certified clinical researcher. فأخذت 2 certifications بالكلينيكال ريسيرش، ACRPCP والCCRP. At the same time أنا شخص عندي كلش هواية شغف بالتكنولوجيا والبرمجة وهاي الأشياء، وأصمم مواقع إلكترونية. فبالتالي عندي حاليا منصتين، واحدة اسمها ايسبات اللي هاي سويتها لما كنت بالجامعة لطلاب الجامعة الأردنية لتبادل الملفات الطلابية، والمنصة الجديدة مالتنا هي RX Course اللي هي like it's a online continuing education platform للصيدلة، وهي حاليا شركة مسجلة في كندا. هسا احنا خلينا نحكي شوية، ناخذ فكرة سريعة، هاي سويناكم امتحان جنسية هنا، ناخذ فكرة سريعة عن كندا. طبعا مثل ما تعرفون انه كندا هي ثاني اكبر بلد بالعالم، بها 3 اقاليم، بها 10 مقاطعات. خلينا ناخذ فكرة شوية عن وضع الصيدلة في كندا، تمام؟ وضع الصيدلة في كندا. فمن ناحية وضع الصيدلة في كندا، هسه حالياً مثل ما تشوفون ويانا هنا، إنه أكو أكثر من 70% صيادلة كندا، تمام؟ سواء اللي عادلوا أو خريجين الصيدلة بكندا، 70% منهم يشتغلون بالكوميونيتي فارماسي. وهاي الشغلة اللي هي خلينا نقول نغير المنتاليتي شوية، انه احنا عندنا خلينا نقول مثلا بالوطن العربي او حتى الناس اللي بالهند وباكستان، معظم الاشخاص يشتغلون بالاندستري بالصناعات الدوائيه اكثر ما هم يشتغلون بالصيدليات نفسها، عكس الوضع بكندا. بكندا معظم الاشخاص تتوجه الى صيدليات المجتمع، فبالتالي نلقى انه 70% من الصيادله يشتغلون بالكوميونيتي فارماسي، 15% فقط اللي يشتغلون بالاندستري وبالصناعات الدوائيه، و15% الباقيين يشتغلون في المستشفيات. مثلا ليش معظم الناس خلينا نقول يشتغلون بالصيدليات؟ لأنه بكل بساطة قريبة من البيت، متوفرة بكل مكان. ولكن أكو مشكلة دائما نفكر بيها هنا بكندا، وهاي لازم تحطوها في عين الاعتبار قبل ما نتوجه للشغل as a pharmacy assistant، اللي هي إنه إحنا حاليا مثلا كل 27 صيدلية في كندا تلبي 100,000 كندي، عكس إحنا مثلاً بوطننا العربي. وخلينا نقول أنا لما كنت بالأردن كمية الصيدليات نسبة لعدد الأشخاص هواية أكثر، تمام؟ فبالتالي ما نلقي معنى الضغط اللي نشوفه هنا. هنا أكو ضغط جداً كبير على الصيدليات، لأنه مثل مدى تشوفون هنا 27 صيدلية لكل 100,000 كندي. فإحنا حاليا مثلا لو نقول نفكر مثلا الصيدلاني، الشخص يشوف الصيدلاني 5 إلى 7 مرات أكثر من لما يشوف الفاميلي دكتور مالته. فبالتالي إنه إحنا هسه حاليا
كل صيدلاني يدير باله، خلينا نقول هي مانجز 1300 مريض، كل صيدلاني عليه مسؤولية وعاتق عليه 1300 مريض. طيب ففكرة الصيدلة همينة خلينا نقول بكندا فكرة جدا متوسعة، وكندا مهنة الصيدلة بيها قاعدة تتوسع بمرور الوقت، فشوية شوية احنا مثلا يبلش يصير عندنا البريسكريبشن، مثلا بلشت فكرة انه الصيادلة خصوصا مثلا عندنا بأونتاريو مثلا فكرة انه انت تقدر توصف ادوية لمثلا ترك الدخان مثل الشامب ميكس مثلا، هاي الشغلة مثلا ما كانت موجودة سابقا، او فكرة انه انت صيدلاني بصيدلية تقدر تعطي لقاحات، تمام، فانت تقدر تعطي لقاحات، واللقاحات نفسها بالبداية بلشت بس فلو فاكسين، انه بس يقدر يعطي فلو فاكسين، بعدين شوية شوية بلش الموضوع يتوسع ويكبر اكثر واكثر. والخطة اللي هي خلينا نقول بعدين اللي هي نبلش نوصل لمرحلة انه احنا نقدر نوصف ادوية، ولو بعض الادوية المزمنة او الادوية المتكررة والمستمرة. وهذا الشيء اللي حاليا انا سمعت به بامريكا، عندي صديقة بامريكا في ولاية اوهايو، هذا الشيء مطبق فعليا، صيدلاني يقدر يوصف ادوية، فبالتالي اكو مستقبل كلش كبير لمهنة الصيدلة في كندا. وهذا جواب السؤال اللي احيانا واحد يقول طب ابقى بالصيدلة لو اروح للاندستري، ممكن يكون هذا جزء من الجواب. فمثل ما نقول a lot has changed، فتشوفون هنا ايش دا يصير التغيير عبر السنين باختلاف المقاطعات في كندا، شلون دا تتغير الاوضاع من ناحيه تجديد الوصفات، من ناحيه تغيير دواء معين او تغيير الفورميليشن لدواء معين، من ناحيه انه احنا مثلا نبدل الدواء خلينا نقول، او انه احنا مثلا نبلش نوصف ادوية اللي هي الماينر ايلمنتس او الاشياء اللي موجودة يعني اوفر ذا كاونتر او الاشياء البسيطة خلينا نقول، وبالتالي او فكرة انه احنا مجرد انه احنا نطلب تحاليل طبية انه احنا باشخاصنا نطلبها من المختبر، انه مو بوجود الفاميلي دكتور. فمثلا انه احنا مثلا فكرة طلب تحاليل طبية مثلا مقاطعة ألبرتا ومينيتوبا وكيبيك، الصيدلاني يقدر يطلب بيها تحاليل طبية، وهذا الشيء مثل ما انتم تشوفون بالجدول يحدد السؤال اللي همينا دائما ينسأل، اللي هو فكرة شنو أحسن مقاطعة للصيدلاني. وإذا ركزنا على هذا الجدول نلقي أنه أحسن مقاطعة للصيدلاني هي ألبرتا. بألبرتا معدل راتب الصيدلاني حوالي خلينا نقول 45-50 دولار بالساعة، بنفس الوقت ألبرتا ما بيها بريدجينج كورس، ما تحتاج بريدجينج كورس حتى لو رسبت زين. فبالتالي هذا الحلو يعني بألبرتا، اكو هواي ناس تحاليل يعرفون أونتاريو ويروحون لألبرتا على مود، خصوصا على مود فكرة البريدجينج كورس، مثل ما تعرفون ذا واحد مجرد يرسب بالكواليفيكيشن اكزام مرة في أونتاريو لازم يروح بريدجينج كورس ويا University of Toronto. طيب هسه خليني قبل ما همي أنا أبلش وياكم بالموضوع، أنا حشرح لكم بالتفصيل الممل أنا شلون حصلت أول شغل as a pharmacy assistant. أنا حاليا مقيمة في ميسيساغا، وأول شغل حصلته في ميلتون، وإحنا قاعدين على طرف ميسيساغا، فكانت ميلتون يعني شوية مو كلش بعيدة علي يعني. فشنو طريقنا للنجاح حتى نوصل للهدف اللي إحنا حاليا ببالنا؟ طريقنا للنجاح رح أرجع لكم ورجوع، تمام؟ أول شيء أو خلينا نرجع رجوع اللي هي فكرة الأكاديميك جولز، طريقنا للنجاح اللي هي فكرة إنه أنت لازم تتعلم إلى آخر لحظة من عمرك. فهذا همينة واحد من الأسئلة اللي تجيني هواية، أو هي فكرة إنه أخذ سيرتيفيكت وأغير مهنتي الصيدلانية، لو أكمل بالمعادلة، لو هذا المعادلة أنا أعتبرها الجولدن تيكت. أنا شخصياً من الأشخاص اللي يمكن قبل يعني سنة كانت بالنسبة لي المعادلة آخر خيار،
أو مو من ضمن أولوياتي أصلاً. فبعدين اكتشفت إنه إذا أي مهنة أريد أشتغلها بالمستشفى أو بصيدلية، أو إذا أنا يكون عندي باك أب بلان، بحيث ممكن واحد يروح الطموحة عادي، يروح يدرس سيرتيفيكات، يروح يدرس أخذ دبلومة، يروح أخذ ماسترز في شيء معين واشتغل بالإندستري، بس لازم يكون عندك باك أب بلان. المعادلة هي الباك أب بلان لكل صيدلاني. وهسه احنا نشوف بكوفيد 19، أنا من الأشخاص اللي كنت همين أشتغل بكلينيكال ريسيرش أورجنايزيشن هنا بكندا، لأنه هذا طموحي وأني هذا الشيء اللي أحبه. بسبب كوفيد 19 we got laid off. ليش؟ لأنه بكل بساطة ما تقدر تجيب متطوعين، خصوصا إذا هي الدراسات تكافؤ حيوي اللي هي مو تعتبر الدراسات السريرية اللي قاعدين نسوي بها خلينا نقول اختبارات على لقاحات. إحنا لا، إحنا نسوي تكافؤ حيوي على أدوية موجودة. المهم، ف تكتشف بالأخير إنه الباك أب بلان الحل الوحيد اللي هي إنه إحنا لازم نفوت بالمعادلة. زين، السؤال الثاني اللي هو واحد يطرحه، زين يعمل معادلة كلش مكلفة، يعمل معادلة تحتاج كلش هواي وقت. سؤالي إلك، إذا المعادلة كلش مكلفة إيش قد تكلف؟ يعني إحنا لو حسبنا الامتحان الأول والثاني، تمام، خلينا نحسب الانرولمنت للجيتوي اللي هي حوالي 350 دولار، وبعدين الابلكيشن اللي هو 650 دولار، بعدين وراها الامتحان الايفالويتنج اكزام 170 دولار، بعدين وراها الكواليفيكيشن الام سي كيو والاوسكي اللي هم اثنيناتهم يطلعون حوالي 2000 دولار. لو احنا جمعنا هذا المبلغ كله ما يطلع حوالي 5000 دولار كندي. هل انت تصدق انه هاي 5000 دولار كندي هي راتب شهر عد الصيدلاني؟ يعني انت خلال شهر، تمام، انت فعليا تكون سديت كل الفلوس اللي انت دبيتها على المعادلة. هاي رقم واحد من ناحية الفلوس. طب من ناحية الوقت، لو انت رحت ماسترز، لو انت رحت دبلوما، لو انت رحت اي شهادة خارجية، تمام، الشهادات الخارجية eventually همينة رح تحتاج على الاقل سنة حتى تخلصها. طب انا ممكن استغل هاي السنة للمعادلة. طبعا اذا عندي مشكله ماديه كلش كبيره، طبعا ويانا بالجروب دكتوره رويده، دكتوره رويده هي مسؤوله عن اللي هي القروض للاشخاص امثالنا، البروفيشنال هيلث كير بروفيشنالز اللي جايين عن معادله وما عندهم القدره الماديه الكافيه حتى يفوتون المعادله. فاكو قروض حكوميه بخصوص هذا الموضوع، ممكن تسالون الدكتوره رويده عليه. هاي أول شغلة. بعدين وراها عندنا Network and Connect. دائماً هاي النصيحة اللي أنا يتهمها تعتبر من النصائح الذهبية واللي أنا شخصياً استفادت منها كلش. أنا هسه حالياً ما كان ممكن دا أحكي وياكم هسه حالياً على لايف بالجروب إلا عن طريق Networking and Connections. فالنيتوركينج اند كونكشنز شيء مهم جدا. لا تستحون من السؤال، لا تستحون من الطلب، لا تستحون من التواصل مع ناس غرباء انتم ما تواصلتم وياهم سابقا. فالنيتورك اند كونكشن كانت سبب كذلك. طبعا النيتورك اند كونكشن يدخل من ضمنه اللي هو لينكد ان مثلا، انه كلياتنا يكون عندنا حسابات لينكد ان حديثة وابديتد وبها كل التفاصيل علينا وحلوة ومرتبة. كان السبب انه اني تم التواصل وياي في احدى من شركه من الشركات اللي هم يشتغلون على الريليف فارماسي اسيستنتس، وانا هسه حاليا وياهم، اللي هي فعليا انه كل ما اكو صيدلانيه محتاجه صيدلاني او مساعد صيدلاني يخابروني يا بتقدرين توقفين بهذا الشفت. طب اني هاي الشخص شلون وصلني؟ شلون عرف شمس حتى تخابرني حتى تشغلني مثلا بهذا الموضوع؟ عن طريق اللينكدين، تمام. فالنتوركينج اند كونكشن، لا تفترض احنا حاليا خصوصا بكوفيد 19، لا تفترض انه اني في بلد ثاني وغربه وتوحد وهاي الحياه. لا تعيشون هاي الحياه، ماكو داعي. احنا حاليا عالم مفتوح على بعضه، الفيسبوك موجود واللينكدين موجود وكله موجود. خلاص، لقيت اي احد إذا تشوفه ناجح أو إذا تشوفه أي اشتغل أو إذا تشوفه أي شيء، احكي وياه، سولف وياه، اسأل شون سويت. أنا أول شغلة همين اشتغلتها بالأول، أول مرة اشتغلت في شابرز دوغ مارت،
كانت همينة عن طريق صديقه، وهاي الصديقه نصحتني وقالت لي كذا كذا كذا، وبسبب نصيحتها انا تعلمت ورحت. ف لا يعني خلينا نقول لا تحجر نفسك الكترونيا، انت حاليا عايش في عالم تقدر تتواصل ويا كل البشريه بكل انحاء العالم. ممكن تتواصل ويا صيدلاني في ألبرتا، او تتواصل ويا صيدلاني في بريتش كولومبيا، او تتواصل ويا صيدلاني في كيبيك، نو ايشوز. بس لا تعزل نفسك، keep your connections up، صادق وتعرف بلا حدود. وبعدين ورا ورا خلينا نقول الصداقة أو networking اللي إحنا نسويها الفولنتير. فكرة الفولنتير مو ضرورة إنه إحنا نقول الفولنتير، طبعا هاي الملاحظة كل شوية يحكون عنها، ويج يعني you can volunteer in بصيدلية، you can volunteer بمستشفى، you can volunteer أي شيء. يعني حتى لو صارت في المؤسسة قدامك هيجي مؤسسة إنسانية أو مؤسسة شيء، volunteer تمام بطريقة أو بأخرى. when you volunteer أكو هواية skills لح تتعلمها أنت ما كانت تخطر ببالك، غير إنه أنت رح تندمج ويا المجتمع بسبب الفولنتيرينج، رح تعرف على أشخاص، يصير عندك أصدقاء، يصير عندك سند بسبب الفولنتيرينج تمام. وبعدين وراها اللي هي grasp opportunities. grasp opportunities لما تشوف شغلة بسرعة نفذ. لا تشوف الشغلة مثلا، نفرض أنت قاعد تقلب على الفيسبوك وبعدين شفت إعلان لشغلة معينة، ها إيه خلاص مو مشكلة خلحطها بالسيف وبعدين أرجع لها. No, you have to grasp opportunities. يعني إذا شفت شغلة هسه حاليا مهمة، مثلا أنت قاعد تقلب شفت مثلا pharmacy assistant jobs مفتوحة، مباشرة قوم يلا قدم تمام. grasp opportunities، كل ما تشوف أكو لحظة معينة مفيدة إلك take it تمام، قبل ما أحد غيرك يأخذها. وخلينا نقول الخطوة الرئيسية أو الخطوتين الرئيسيتين إن هي موضوع الإنجليزي تمام. الخطوة اللي قبل الأخيرة الإنجليزي أنا همين دا ألاحظ همين بعض الأشخاص اللي عندهم فوبيا من اللغة، فوبيا من تطور اللغة الإنجليزية. خلاص أنا أريد كل شيء بالعربي، أو الإنجليزي مالتي مو زين، أو أنا أري أخاف أروح الصيدلية لأنه الإنجليزي you will never learn إلا تنحط بالمجتمع، أو إلا تنحط بالنقطة اللي أنت مضطر إنك تستخدم بها اللغة الإنجليزية تمام. كليتنا أنا من الأشخاص أعتبر اللغة الإنجليزية الحمد لله ممتازة، ولكن مع ذلك لما وصلت للصيدلية واجهت بعض المشاكل، أو خصوصي بعض النكات مثلا، يكون صيدلاني قاعد تحكي نكتة وأنا was like what is she talking about. مو كلش دا أفتهم عليها، أو مو كلش دا توصلني الفكرة على شنو دا تضحك هي. بس شوية ورا 6 شهور قمت لا عادي أنسجم وياهم وأفتهم النكات وأضحك وكل الأمور تمام. لا تخلي عندك فوبيا انه أهني اول يوم او يومين يا الله انجليزي ما ده اعرف ده تأتئ شلون ابلش شلون هذا. كل الناس اللي قاعدين يشتغلون بالصيدليات حاليا نادر ما راح تشتغل ويا صيدلاني لغه الانجليزيه هي لغه الام، نادر. كل الناس اللي راح تشتغل وياهم هم تعلموا اللغه الانجليزيه بعدين. شلون تعلموها؟ عن طريق الاندماج بالمجتمع لا اكثر ولا اقل. فلا تخلي عندك فكرة إنه أنا اللغة الإنجليزية هي هاجس، أو عندي خوف، أو عندي خجل. خلاص هاي الفكرة خلينا نشيلها من مخنا تمام. فوت انسجم مثل بالضبط إني أتعلم سباحة ورأساً المدرب يشمره ببركة السباحة دايركت حتى يتعلم يسبح وحتى يتعلم يطفو. نفس الشيء go ahead، خلاص انسجم. أنت شوف أي أحد يحكي إنجليزي وبلش احكي وياه، even إذا أنت قاعد you will get over it، والله you will get over it صدقوني. والنقطة الأولى اللي هي الاتيتيود. أنا قبل ما أحكي لكم هسا على الخطوات بالضبط أني سويت، الاتيتيود ترى فتشي كلش مهم، وفتشي يخلي هواية من الصيادلة يغيرون المهنة بس بسبب هذا الشيء. مثلا يكون عندي صيدلاني صار له 4-5 سنين قاعد يشتغل بصيدلية، واجا كندا وبلش يشتغل as a pharmacy assistant. اول شيء راح افكر فيه كرامتي شو ما تسمح لي اقعد اشتغل as a pharmacy assistant، اني اللي كذا وكذا.
منح ينفع، العالم مختلف حاليا، وشغلنا بالصيدلة هنا بكندا مختلف تماما عن شغل الصيدلاني بالوطن العربي. فلازم يكون عندك الاتيتيود، the good attitude، انه انت تريد تنسجم بالمكان، تمام، انه انت تريد تتعلم. التعلم مو عيب، صح؟ يا ما اكو ناس عمرهم 50 60 70 سنه ويتعلمون عادي. فالتعلم مو عيب، وان يكون عندك الاتيتيود انك تتعلم وتسمع من غيرك. لانه هم انا ممكن يشتغل as a pharmacy assistant ويبلش يغلط غلط من انا غلط من انا غلط من انا، تبلش تجي النيجاتيف فيدباك من الصيدلاني او من مدير الصيدليه، تمام. ممكن يعني مثل ما نقول يتبهذل بالاردني او يترزل بالعراقي، اللي هي انه يسمع كلام خلينا نقول not very nice، او خلينا نقول الشخص اللي قدامه يكون جدا يعني خلاص، يعني هي had it انه خلاص وصل لمرحلة بعد ما يتحمل. ف الاتيتيود انه اني اسمع هذا الكلام واقول خلاص ماشي، اخذه اركز اشوف شنو اللي سويته غلط وأعدل، شنو اللي سويته غلط وأعدل، وهكذا لحد ما نتقن الموضوع. فلازم يكون عندنا هذا الاتيتيود. لازم انت خلاص من هسه، من هاي اللحظة، قبل ما انا ابلش اشرح لك هيك وهيك يسوي، من هاي اللحظة لازم يكون عندك قناعة نفسية، تمام، انه اني لوش ما يصير، لوش ما يصير بالصيدلية، لو ما اعرف ايش يصير، لوش ما اسمع كلام، اني راح اكون قدها، واني راح اخذ هذا الفيدباك واحسن عليه واحسن من شغلي، تمام، لانه هاي خطوه نحو الهدف الاكبر وانت محتاج هاي الخطوه. فالاتيتيود دير بالكم عليه زين. يلا هسه انتم مستعدين نسولف شويه بالتفاصيل؟ ما اعرف هسه انتم وينكم صار وياكم. اوكي انتظروا خلينا نشوف شوية بعض التعليقات، لأنه أنا شوية كل شوية ركزت بالموضوع زين. أوكي نرجع للتعليقات، خلينا نرجع للتعليقات بعدين، أوكي، وبعدين نسولف أكثر بالموضوع. خليني أحكيكم هسه الخطوات، خلينا نشوف الكاميرا شوية، ما أدري شوية خلينا نوضح الكاميرا لأن أحس إنه أوكي just one second. اوكي تمام زين. هسه يا اهلا وسهلا بكم جميعا. صراحه انا اني بس دا اشوف فيسبوك يوزر، فيسبوك يوزر لانه اوكي مو مشكله، نرجع للاسئله. شنو رايكم نرجع للاسئله ورا ما نخلص؟ خلينا نركز نخلص وبعدين نرجع للاسئله. طيب يلا ركزوا وياي ارويكم ايش راح نسوي. اول شيء راح اشرح لكم شويه عن سير العمل بالصيدليات بكندا، تمام، سير العمل بالصيدليات بكندا حتى يكون عندكم فكره واضحه شلون تمشي الامور. ناو احنا خلينا نقول صيدليه بالوطن العربي، ايش راح نسوي بصيدليه بالوطن العربي؟ اول شيء راح نجي انه احنا صيدليه عندنا بالوطن العربي، مثلا ناخذ الوصفه، صح، اخذنا البريسكريبشن، صح، وبعدين نجيب البريسكريبشن، ها اي هذا الدواء هذا الدواء، نروح للرف ناخذ الادويه نسوي لها سكان، صح، بالسيستم ونطيه اياه، خلاص ناخذ الفلوس ونطيه اياه، وكان الله بالسري عليما، صح. هاي خلينا نقول الورك فلو بصيدليات وين الوطن العربي. اضافه الى ذلك ممكن يكون اكو تلفزيون بالخلفيه، ممكن يكون اكو جلاس شاي قاعد على الراف، كل هاي الاشياء حياه خلينا نقول ريلاكس بالوطن العربي. هذا الموضوع جدا بالعكس هنا بكندا. اول قاعده لازم تحطوها بعين الاعتبار، الشغل هنا is not relaxed ابدا. يعني احنا شخصيا بالصيدليه اللي انا اشتغل بيها تجينا بمعدل 400 وصفه يوميا، 400 وصفه يوميا، تمام. فبالتالي الشغل بصيدليات كندا ما بيها قاعده، يعني انت 8 ساعات ما تقعد، واقف على رجلك، وفعليا 8 ساعات بس تركض، وفعليا مو بس ما تقعد، انت بس تركض رايح راجع. ف always put that in your mind، تمام، انه هنا الشغل very serious، very very serious. طيب
حرسم لكم شوية، خليني أرسم لكم شوية عن السير العملية هنا بكندا. أوكي خلينا نشوف. زين تشوفون هسه مالتي هذا الفتشي صغيروني. أوكي هسه إحنا أول شيء رح نبلش، خلينا أي صيدلية بالحياة رح نبلش يجي عندنا العمو باعوا على اليمنى وبعدين نمشي على اليسرى. زين راح او خلينا نمشي، انا بالصيدليه مالتي على اليسرى هنا بعدين فراح امشي بحسب الترتيب مالته. زين اكو هنا فتشي جهاز كمبيوتر او فتشي اللي هي مثل ما تشوفون دائما كل ما تروحون لاي صيدليه اكو فتشي اسمه بيك اب. سوري انا دخلت شوف حطيت بيك اب دروب اوف. اوكي دروب اوف تمام، اكو دائما فتشي اللي هو اسمه دروب اوف. تمام بالدروب اوف اكو دائما اكو مثل هيجي جهاز سكانر صغير واحنا ناخذ البريسكريبشن تمام ونسوي لها سكان. تمام اخذ البريسكريبشن من العمو واسوي له سكان واساله بعض الاسئله، مثلا شنو اسمك، هاي البريسكريبشن مالتك، شنو تاريخ ميلادك، العنوان، اتاكد طبعا من التامين. من التامين ديروا بالكم على هاي المعلومه، بعد من الاشياء اللي انا دائما انساها اخذ البريسكريبشن وادخلها بعدين. Did you get his insurance card? I was like, oh no. دائماً هاي التأمين. وإذا هو دا يطلب ناركوتيك تمام، إذا هو دا يطلب ناركوتيك فضروري يكون عندك الهيلث كارد مالته. وإذا كبير بالعمر فوق 65 سنة لازم يكون الهيلث كارد، وإذا صغير بالعمر دون 25 سنة لازم الهيلث كارد. تمام فلا تنسون هاي الموضوع. فهذا موضوع الدروب اوف، احنا ناخذ الوصفه تمام نسوي لها سكان. حلو نسوي لها سكان وبعدين ورا ما نسوي لها سكان هاي الوصفه اسوي لكم هاي هيجي احسن ارتبتي مو هيجي ارتب. زين فهسه ورا ما نسوي سكان هاي الوصفه لا نسوي لها سكان بعدين نسوي فشي اسمه هاي هنا اكو فشي اسمه داتا انتري. تمام داتا entry. الداتا انتري هي فعليا انه احنا بالكمبيوتر اكو عندنا تو سيستمز هنا بكندا، واحد اسمه كرولز واحد اسمه هيلث واتش. شابرز دروغ مارت يستخدمون هيلث واتش، الصيدليات الثانيه معظمها تستخدم كرولز، واعتقد اكو برنامج ثالث بس انا صراحه ما عندي فكره عنه بس سامعه انه اكو برنامج ثالث. فاذا تعرفون شنو اسم البرنامج الثالث حطوه بالكومنتات انا ودي تساعدوني بالموضوع. فنسوي داتا انتري تمام، داتا انتري لازم ندخل شنو المعلومات على الوصفه. ورا ما نسوي داتا انتري هسه شوفوا راح اسوي لكم لون ثاني اللي هي مثلا لون احمر اللي هي واجب الصيدلاني. هسه الصيدلاني شو يسوي؟ يسوي شغلتين. الصيدلاني يسوي فتشي اسمه كلينيكال فيريفيكيشن تمام، ويسوي فتشي اسمه داتا verification. اوكي هاي منو؟ هاي واجب الصيدلاني. اوكي فهاي واجب الصيدلاني. اول شيء يتاكد انه الداتا اللي انت دخلتها داتا مضبوطه وصحيحه تمام، وثاني شيء يتاكد كلينيكالي انه هذا المريض مضبوط عليه الدواء. يعني مو مثلا نفرض مثلا طفل صغير تمام والدكتور كتب له اموكسيسينين واجا شاف الصيدلاني انه الجرعه مالته كلش عاليه تمام، ف لازم يسوي كلينيكال فيريفيكيشن انه يتاكد هاي الجرعه تناسب مرض هذا الطفل. مثلا هل عنده مثلا اوتيتس ميديا؟ اذا عنده اوتيتس ميديا مثلا اوكي تمام، بس اذا عنده مجرد فلو او مجرد انفلونزا نو اوف كورس ما راح اقبل اعطيه شيء دوز عالي. فهاي فكره الكلينيكال والداتا فيريفيكيشن انه يتاكد ان المعلومات دخلناها صح. وبعدين وراها الصيدلاني يرجع يعطينا ورا ما يسوي الفيريفيكيشن نرجع احنا على مكان نسميه لابلوز يسموه باكجينج تمام. لابلوز يسموه باكجينج، هاي مرحله الباكجينج. فلما تسمعون كلمه الباكجينج عرفوا هاي وين هاي. وش اسمه وشابرز دوكمنت يسموها مرحله الفيلينج. اوكي شنو هي هاي الفيلينج؟ اللي هي بكل بساطه احنا نجيب الادويه من الرفوف مالتها ونفرغها بعلب. اوكي نفرغ بهاي الماكل علب البرتقاليه. فاحنا ناخذ الرفوف ناخذ الدواء ندخل على السيستم نسوي له سكان نحط الاكسبايري ديت مالته وبعدين نعد الحبات مالته وبعدين وراها نحطها ونلزق الليبل. بعدين وراها احنا شنو راح نسوي؟ نرجع نعطيها للصيدلاني
عدينا الصيدلاني رح يرجع يسوي فتشي اللي هو احنا بدنا سوينا clinical verification اللي هو product، هذا اسمه product، تمام product check اللي هي يتأكد انه احنا مثلا هل حطينا فعلا حبة الدواء الصحيحة بناء على الليبل، بناء على انه هو يشوف بناء على شكل حبة الدواء، تمام بناء على شكل حبة الدواء، فهو يسوي product check وبعدين وراها احنا نسوي فتشي اسمه pick up اللي هي انه احنا نطي المريض تمام الدواء مالته pick up. حلو فهمتوا هاي الفكرة؟ فلما نطي المريض الدواء مالته هاي هنا هواية اخطاء ممكن تصير، مثلا تشابه باسماء المرضى او تشابه بالديت اوف بيرث، او ممكن يكونون اثنين خصوصا هنا بكندا عندهم فكرة انه الاب والابن يكون انهم نفس الاسم، تمام يكون الاب مثل شون دونالد ترامب مو اسمه دونالد جونيور ترامب، اكو هنا هذا الكونسبت كلش هوايه يكون الاب والابن نفس الاسم بالضبط بس واحد مثلا اسمه جونيور او جي ار واحنا ما ننتبه. فبالبيك اب لازم نتاكد من الديت اوف بيرث، لازم نتاكد من الادرس، لازم نتاكد من كل هاي الاشياء، فلازم نكون كلش دقيقين ولازم نتاكد انه هل المريض اخذ هذا الدواء سابقا لو لا، لانه اذا ما ماخذه سابقا لازم نصيح الصيدلاني حتى يسوي له كونسلنج واللي هي تعتبر المرحله الاخيره. خلصنا هسه افتهمنا الورك فلو مال الصيدلاني بكندا شلون الوضع ماشي، هسه خلينا نحكي شلون الشغل، تمام هسه المفروض احنا فتنا بالموضوع وعرفنا حرفيا شلون الحياه ماشيه. ضروري انكم تعرفون هاي المعلومات لانه هاي المعلومات راح تنسالون عليها بالمقابله، تمام ممكن تنسألون عليها بالمقابلة، ممكن يعني لازم الواحد يكون عنده شوية علم بالموضوع ويكون عنده خلفية حتى يستعد نفسيا للموضوع. زين هسه أنا إيش راح أسوي؟ هسه فتحوا وياي، أنا أريدكم تفتحون وياي حتى تكونوا عنده تشاركوني، تمام أكو أحد قال لي بقي البث عافية تدللين، بقي البث تدللون معي بس سجلوا وانتبهوا وياي حتى تستفيدون من البث، لانه اذا بقيته بقينا وها هي وارتحنا واسترخينا وعفنا ونسينا، فركزوا وياي. زين خلينا نشوف هسه راح ابلش وياكم. اول شيء ايش راح اسوي؟ زين حضروا خلينا نفتح لكم تاب. اوكي زين هسه بدي تشوفون وياي هذا التاب مال جوجل. اوكي خلينا اول شيء راح اسوي Pharmacy assistant job near me. تمام؟ هاي هو الخطوة. زين رح أبلش هنا رح ألقي إنه كذا شركة وكذا شركة، رح أحاول أفوت على مكان أنا أعرفه يعني من الصيدليات اللي أنا اشتغلت وياهم. هسا هنا بس مكتوب drug store ف I don't know أنتوا بعدكم. أوكي drug store أكو مترو مثلاً فارماسي. أوكي مثلاً هاي مترو أكو قيامة تشوفون إيش قد أكو وظائف as a pharmacy assistant near me. هاي near me ميسيساغا أو ميلتون، تمام. طيب خلينا نروح مثلاً هذا pharmacy assistant في صيدلية مترو. أوكي طيب هسه لما أجي أفتح عليه، تمام خليني أكبر لكم إياها شوية حتى تشوفون زين، ركزوا وياي تمام. هاي قاعده ذهبيه لاي شغل تقدموا له بكندا اللي هي فكره البوزيشن سمري، تمام. فاحنا نجي على البوزيشن سمري وبعدين وراها راح تلقون السبيسيفيك ريسبونسبيلتيز، راح يحكي لكم بالضبط شنو التفاصيل اللي انتم لازم تسووها، راح تجاوبون على التليفون وهاي الاشياء وهاي الاشياء وهاي الاشياء، تمام. هاي التفاصيل السبيسيفيك ريسبونسبيلتيز بطريقه او باخرى انت لازم تشملها إذا أنت مشتغل as a pharmacist سابقاً بحياتك، لازم تشملها بخبرتك إنه أنت تعرف هاي الأشياء تسويها، تمام؟ وين بالcovering letter وبالرزوم حاول إنه أنت تدخل أكبر قدر ممكن من هاي الكلمات أو من هاي الجمل بالcovering letter وبالرزومي. هسا خلونا نباوع بالqualifications. Qualifications قلنا pharmacy assistant program education مثلا minimum 2 years in retail pharmacy إذا أنت عندك هاي الاكسبيرينس
بريتيل فارماسي ممكن ما تحتاجون، يعني هذا مثلا كاتب مينيمم 2 ييرز، انا من الاشخاص اللي ما كان عندي اكسبيرينس، طب شو اسوي؟ اروح اشوف جوب ثاني. خلينا نشوف هاي شابرز دوغ مارت. شابرز دوغ مارت هاي بميسيساغا بديري رود ايست، تمام. خلينا نشوف، جايين قايلين ننزل كاتبين السمري شنو لازم، الديوتيز ريسبونسبيلتيز كذا 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 كذا، بعدين وراها انا وين اها سكيلز. سو هاي سكول دبلوما، صدقوا او لا تصدقوا راح تلقون فارماسي اسيستنت عمرهم 18 سنه ذا يشتغلون بعدهم، هسه مخلصين هاي سكول وهسه بده يفوتون الكليه. نعم راح تشوفون هذا الشيء، تمام. فبالتالي الفارماسي اسيستنت حتى لو انتم بدكم تتفرجون اللايف واكو احد حواليكم مهتم انه يشتغل از فارماسي اسيستنت، اتس اوكي. اذا هو مو ما مخلص صيدله اتس اوكي انه يشتغل فارماسي اسيستنت، اذا قبلوه طبعا. هم يفضلون انه انت تكون صيدلاني، بس اذا ما كنت صيدلاني تكنيكلي ماكو شيء منعك انه انت تشتغل از فارماسي اسيستنت. زين، يقول دبلومه فروم فارماسي اسيستنت كريديتد كورس بريفيرد، هاي عادي طنشوها، اتس بريفيرد مو اجباري، تمام. previous pharmacy experience preferred، هاي هنا نقطة انه انت لو pharmacist تطيق قوة. زين، exceptional customer service effective communication skills microsoft office كذا كذا كذا، تمام. هسه انا لما كنا فاتين ما حاكي نسيرت اي برنامج، بس لما كنت بهذاك مال مترو كانوا كاتبين انه يريدون شخص يعرف كرولز. احكيكم على فكرة كرولز حتى يكون عندكم فكرة عنه، تمام. هسه كرولز خلينا هذا نضمه، تمام، وارويكم على موضوع كرولز. خلينا نفتح على جوجل وراح اكتب كرولز، تمام. خلينا نشوف اوكي. هسه احنا عندنا مثلا كرولز، كرولز كتبوا كرولز فارماسي سوفتوير ترينينج، تمام. أنا من الأشخاص لما جيت قدمت كان سألني هذا السؤال إنه تعرفين أي برنامج أو شو، أنا قلت له إيه أعرف، جيت كاتب أصلا عن الجاب على ريزومي مالتي إنه أعرف كرولز، مع إنه أنا عمر بحياتي بشتغلت بصيدلية، بس شلون عرفت كرولز؟ بكل بساطة قلت له حضرت ويبينار، هذا كل اللي سويته. ففعليا كرولز مثل ما تشوفون كمية الفيديوهات اللي موجودة من تيلس هيلث، اكو قيامة ويبينارات يسووها تيلس هيلث، هاي هنا مثلا فيديوهات شارحين توتوريالز بالتفصيل الممل، فانتو اتفرجوا هاي التوتوريالز حضروها كلها، تابعوا اذا اكو مثلا اعتقد اكو مكان تحطون ايميلكم او هنا مثلا كول اس او كونتاكت سبورت او سيلز او شيء، كونتاكت السيلز خبروهم قولوا لهم شو وقت راح تسوون تريننج مره ثانيه. ما سووا تريننج مثلا قريب مو مشكله، تفرجوا هاي الفيديوهات مور توتوريالز، راح احط لكم اللينك بالكومنت، شنو رايكم؟ زين اوكي نحط لكم اللينك عندنا بالكومنتات وتتابعون موضوع كرولز. هسه خلصنا عرفنا كرولز، تفرجنا بعض الفيديوهات عن كرولز، تمام. هني ارويكم السكرين اللي انا عليها، اوكي هاي كرولز، هاي الفيديوهات اللي احكي لكم عليها. هسه تفرجنا بعض الفيديوهات على كرولز وكل شيء، شفنا جاب، تمام، اوفر او شفنا اعلان جاب على جوجل. هسه نتوجه الى منو؟ نتوجه للرزومي مالتنا نرتبها ونعدلها. زين، شلون راح ارتب وعدل الرزومي مالتي؟ اجي افتح همينة على جوجل واكتب فارماسي اسيستنت رزومي، تمام، وابلش اخذ افكار. هواي اكو تمبلت مانستر جاب هيرو، هاي المواقع ابلش اخذ افكار شلون مسويها للفارماسي اسيستنت رزومي مالتهم، شلون مفصليها، شلون حاطيها. فهنا بدنا نشوف التفاصيل، حاطين السكيلز والانترست وهيجي ضروري. مثل ما دا اقول لكم هسه انتم مو الريزومي مالتكم لحد تكتبون ان انتم اشتغلتوا بالمكان الفلاني او اشتغلتوا بالمكان الفلاني بطريقه او باخرى، ما اعرف شلون هندسوها بحيث تحتوي بعض الكلام والمعلومات اللي اوريدي انذكرت بالاعلان،
تمام؟ مثلا يعرف كاستمر سيرفيس، انا اعرف كاستمر سيرفيس وهل قد خدمت كاستمرز وما ادري شنو. لازم يعرف في work in مثلا in a fast paced environment. I always worked in a fast paced environment and I excel in first مثلا very good مثلا team player. هاني هيك team player هاي مين تعرفوها كلها من شنو؟ من الاعلان مالتنا. زين خلونا نرجع للاعلان مالتنا. ضبطنا هسه احنا المفروض الرزومي مالتنا صح؟ رتبنا الرزومي مالتنا، حطينا المحتويات اللي احنا نحتاجها. اوكي خلينا نرجع شنو للاعلان مالتنا. اوكي اعتقد هذا يس هذا الاعلان مالتنا. هسه انا خليني ارويكم مالتي الرزومي. تمام خليني ارويكم مالتي الرزومي وشوفوها حتى تاخذون نظرة عليها. اعطوني ثانية. يعني رزمي مالتي عندي كوبيز اشكال ورناق بكل جاب افوت بي عندي نسخة رزمي مختلفة. زين فراح احط لكم هنا أنا. تمام شوفوا لي رزمي مالتي. اوكي هاي رزمي مالتي. تمام هاي رزمي مالتي كتبت بيها الاوبجكتيف مالتي انه اني motivated medical professional passion for serving customers and exceeding expectations, looking for a pharmacy assistant position, focused on results driven with a strong ability to gather and analyze data. وكتبت بعض الاشياء اللي هي technically sophisticated. وهيك هاي الملاحظه ما technically sophisticated وقتها كانت Shoppers Drug Mart قاعده تطور فعليا الديجيتال فارماسي مالتهم، برنامج مال ديجيتال فارماسي. واني مدير الصيدليه لانه شافني شخص كلش احب التكنولوجيا واحب البرمجه واحب هاي الاشياء، قال لي انه انت يعني واحده من الاشياء الاكسترا جابز اللي انت لازم تسويها انه تعلمين الكاستمرز مالتنا والبيشنتس مالتنا وتجيبي لنا اكثر عدد من الريجستريشنز بالديجيتال فارماسي مالتنا. تمام فكانت هاي وظيفتي لانه واضح انه كان عندي فتشي اضافي. تمام فحاولوا دائما ان تقدمون فشيء اضافي، ان تتركوا بصمه بالمكان اللي انتم تشتغلون به. بعدين حطيت السكيلز فلكسيبل اند ادابتبل مثلا لانه هذا شيء مطلوب. مثلا بيشنت سيفتي كلينيكال فارماسي. تمام هاي اشياء مطلوبه. اوكي وبعدين حطيت الادوكيشن مالتي. بعدين حطيت من السوفت وير بروفيشنسيز كرولز، حطيت انه اعرف كرولز. وبعدين وراها حكيت عن شغلي. من ضمن الاشياء اني تدربت بمستشفى. تمام بالمستشفى بصفتي فارم دي، فركزت على موضوع المستشفى كلش هوايه خصوصي اثناء الانترفيو. قلت له انه احنا نسوي مثلا بيل كارد ونرتب الميديكيشنز للمرضى ونشوف الميديكيشن هيستوري. فهو اطمن من ناحيه انه انا ممكن اكون زينه بالداتا انتري واكون زينه بهاي الاشياء. تمام فبكل بساطة هاي الرزومي مالتي هي عبارة عن صفحتين بسيطة ما بيها أي شيء. هسه ظلت تمام انتم ما تشوفون الرزومي أو أنا سديته. أوكي تمام هسه ظلت شيء الأخير اللي إحنا لازم نسويه اللي هي منو الكفرينج لتر. تمام الكفرينج لتر. هسه الكفرينج لتر شلون راح نكتبها؟ تمام الكفرينج لتر هي فعليا عبارة عن كفرينج لتر هي اللي تشجع الشخص إنه يقرأ الرزومي مالتك. زين الكفرينج لتر عادة يكون بها عنوان الشخص، منو اسمه شنو اسمه. فبكل بساطة رح أرويكم هاي التريك. تمام خليني أرجع أسوي لكم شير سكرين. حرويكم هاي التريك الجميلة بالحياة. أوكي عندي يعني هسه هذا الجاب. حلو عرفت شو اسم الفرع مو منو الفرع؟ هذا الفرع. حلو تمام جبت هذا الفرع رح أسوي له كوبي. رح اجي على السيرش واقول له بيست. مو عرفت الفرع؟ تمام رح يجي تفتح لي مواقع. وحده من ضمنها مواقع اللي هي شوبرز دروغ مارت. هذا موقع من مواقع شوبرز. تمام رح يقول لي شنو اسم المدير مال هذا الفرع. اوكي فخلينا نشوف. رح ادوس على كلمه فارماسي او هياتها فعليا. الفارماسي اونر هذا اسمه. تمام تشوفون خليني اسوي لكم زوم. هذا اسمه جيمش او whatever. تمام هذا منو؟ هذا الفارماسي اونر. فاروح اني على الكفرنج لتر اكتب اسمه
واكتب عنوان الصيدليه ورقم التليفون وعندي ايميل. باي ذا واي هذا الايميل، هذا ايميل الاونر مال الصيدليه. فانا ايش سويت فعليا؟ موضوع الكفرنج لتر همينه كتبوا على جوجل فارماسي اسيستد كفرنج لتر تمبليت حتى تاخذون فكره عن موضوع الكفرنج لتر. هسه بالاخير زين خلينا نقول الخطوات الاخيره حتى تقادر everything around. جبت جابز اعلانات جابز، كان عندي يمكن 9 أو 10 ادز تمام. اخذت هذول الادز، جبت الرزومي مالتي، طبعت منها 7 نسخ أو 8 نسخ. هذا الحكي طبعا العام، هاي السنه الماضيه ومو كلش زمان يعني. فهاي معلومه لا تعتمدون على اونلاين، لا تعتمدون على فكره مو انا قدمت اونلاين ما حد يخابرني، لا تعتمد عليها. ترى الصيادله هنا ما عندهم وقت يشوفون اي شيء اونلاين الا تجي هيجي وجها لوجه، غير هيك ما يشوفك زين. فطبعت وبعدين وراها جبت الكفرنج لتر، وكل صيدلاني مو عندي العناوين اني والزم مثل شلون رويتكم، اخذ العنوان واعرف المانجر، اخذ العنوان واعرف المانجر، اخذ العنوان واعرف المانجر. صار عندي 9 كفرنج لتر لكل جاب آت. طبعتها، ركبت سيارتي، فتحت على جوجل مابس، يمكن قعدت بهذاك اليوم 8 ساعات خلينا نقول افتر، بس رجعت ويا جاب آفر. رجعت مو ويا جاب آفر، رجعت ويا انترفيو. يعني ما رجعت إن لما الصيدلاني قال لي عندش انترفيو، تعالي عقب باكر وسوينا الانترفيو ومشت الحياة. المهم لما جيت أفوت للصيدلية رأساً أقول لهم وين فلان؟ لما أنت تروح للستاف وتقول لهم مثلاً نفرض المدير اسمه بيتر أو المدير اسمه محمد أو المدير اسمه whatever جاشوا، لما تفوت تقول where's Joshua؟ I would like to talk with Joshua. كل الستاف وياه رح يبلشون يخافون أو يتوترون أو هشون يعرفون المدير أو ليش يعرفون المدير أو ليش يحكي ويا المدير. ف ما راح يجاوبوك عنه، إذا هو موجود راح يصيحوا رأساً، حيقولوا له تعالك وأحد يريدك. إذا هو ما موجود تمام راح يقولوا لك إنه لا هو ما موجود ورجع لنا بعدين. لا تطيهم الرزومي، قول لهم أوكي شو وقت يجي؟ ها يجي مثلاً باكر 9 اسحب نفسك واطلع. لا تطيهم الرزومي تمام، لا تطي الرزومي للستاف، لانه حيجون ياخذون الرزومي يحطوها من ضمن الملفات مع المدير وها تعدينا اذا المدير حيشوفها بعد. انزل الموضوع. فالرزومي مالتك تاكد انه ما توصل غير بس بايد صاحب الصيدليه تمام. طبعا اول مره رحت اول صيدليه، ثاني صيدليه، ثالث صيدليه، اكو صيادله ما اعرف ليش كلش يعصبون بس مجرد ما يشوفوني اطلب شغله شكوش بيك يعني جد اطلب منك كليتك والله ما ادري، بس بغض النظر هيك تشوف واي. فأبداً لا تتثبط معنوياتكم من هذا الموضوع، لا تقولون ليش يجي يتعاملون وياي وهذا شنو، دون 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 خلاص هو ومشاكله الشخصية. تصعد شغل سويتش سيارة وتوجه للصيدلية وراها كأنه شيء لم يكن، أوكي؟ أبداً لا تتأثرون ولا تتأثر مشاعركم بعملية الرفض اللي راح تتعرضونها، لأنه حترفضون، أوكي؟ مو أول صيدلية، ثاني صيدلية، ثالث صيدلية، شوي 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 شوي. ولا تخافون من الصيدليات الكبيرة، يعني مو تقولون يا عمي هاي شوبرز هاي شلح يدخلني، او يا عمي هاي وولمارت هاي شلح يدخلني، او هاي ريال كنديان سوبر ستور. عادي فوت كأنك مريض، عادي فوت، عادي فوت، يا بيت فضل فلان الفلاني، اي الله فلان الفلاني، my name is كذا كذا، I'm a pharmacist and I'm looking at I'm looking for an opportunity in your pharmacy. I would love to be part of your team. تمام؟ بس وقول له مثلا I have seen okay an ad okay I've heard that you are looking okay that you are looking. فحتى يعرف انه انت تعرف انه انت ما جاي هيجي، انه انت جاي بس هيجي قاعد تفتر بالصيدليات، انه انت يعرف انه انت فعلا جاي عن طريق اعلان وهو فعلا محتاجك تمام. فأنا بوقتها هيجي قال لي بس شابرز دوت مارت لازم تكون مقدم اونلاين، يعني مقدم اونلاين قبل ما تروح للصيدليه. قال لي وين الابلكيشن مالتش؟ قلت له دزي البارحه عبيته 9 فهو افتح ايميل كان يقول لي ها هيات الابلكيشن، قال الابلكيشن تمام، شنو ايميلك؟ هيات ايميلي اوكي تمام، سوينا المقابله وقعت وياه الاوفر ومشى الوضع اوكي. فابدا
ليه صار عندكم خذلان او ليه صار عندكم خلينا نقول فقدان للامل؟ اذا مثل ما دا اقول لكم قعدت يوم كامل، انا يوم كامل من الصبح لليل يعني الحل ما اخذت هذا البوزيشن. بعدين وراها ورا ما تاخذون البوزيشن وان شاء الله اعرف مبروك ان شاء الله يا رب كلكم تاخذون هذا البوزيشن، صبروا عليه. نصيحه لوجه الله تعالى، ترى مثل ما شرحت لكم بالاول راح تواجهون كل شويه صعاب، راح تواجهون كل شويه مشاكل، راح تغلطون كل شويه، راح تتعثرون كل شويه. لا تتركون الموضوع لانه غلطتوا، لا تتركون الموضوع لانه صار عندكم تعثرات. انا شخصيا صراحه يعني مو بكون واضحه وياكم، انا بكيت بالصيدليه يعني يمكن مره او مرتين صارت مواقف كلش كانت مؤذيه لدرجه انه قمت ابكي. بس eventually هسه احس نفسي لا يعني ملكه الصيدليات، اعطيني هيلث واتش يلا، اعطيني كروز يلا، ما يهمني. كنت اعرف كل شيء، كنت اعرف النظام، كنت اعرف صيدليات كندا، كنت اعرف بالضبط شلون ماشيين، كنت اعرف شلون اسلوبهم. واعذروا الصيادله، لا تتفكر انه الصيدلاني رابط وياك عداوه وما ادري شنو، ما ماكو شيء، بس لانه الصيدلاني عنده ريجستريشن نمبر ويخاف عليه وتعب عليه كل هوايه. بس وهاي رسالتي لكم، ان شاء الله يا ربي اكون فدتكم بهذا اللعب. يلا خلينا هسه نلزم الاسئله. اوكي اوكي، عندنا مساء الخير، شنو هاي؟ اوكي مرحبا شمس، شلون اخذتي السيرتيفيكيشن بالريسيرش؟ ها سيرتيفيكيشن بالريسيرش، انا عندي اكسبيرينس بالريسيرش، عندي سنتين اكسبيرينس بالكلينيكال ريسيرش، اشتغل بالاردن بعمان بكلينيكال ريسيرش اورجانيزيشن. فلما جيت هنا اعطيتهم الاكسبيرينس مالتي للاي سي ار بي والسوكرات، اديت لهم الاكسبيرينس مالتي، الاكسبيرينس لتر اللي اخذتها من الشركه، وقدمت امتحان واخذت السيرتيفيكيشن. ان شاء الله يا رب يكون جاوبت سؤالك. ممكن سؤال، انا صيدلاني، خليني احط لكم السؤال. ممكن سؤال، انا صيدلاني متخرج وعندي خبره في العراق، وخلال كم يوم موعد سفر الى كندا. والله يا الف مبروك، ان شاء الله يا رب توصل بالسلامه. شنو قدامي حلول حتى اقدر اعادل او اكمل دراستي او اعيش هناك واكون ممنونتك جدا؟ انا عندي بي ار. حلو، ماكو مشكله. من ناحيه المعادله او تكمل دراستك، هاي اتس اب تو يو طبعا. هذا الخيار، خلينا نقول المعادلة شيء وتكمل دراستك شيء ثاني. بس كل صيدلاني حتى لو أنت كملت دراستك، يعني مثل ما قلت لكم أنا بالأول، المعادلة it's your golden ticket. يعني sooner or later لح تحتاج تعادل، فعادل بأقرب وقت أحسن لك. تمام، قدامك حلول حتى تقدر تعادل. من ناحية المعادلة، إذا تفوت على RX Course الصفحة مالتنا، أنا مسوية لايفات على المعادلة بخطواتها بالتفصيل. تمام، على اليوتيوب شانل مالتنا على RX Course همينا حكينا عن المعادلة بخطواتها بالتفصيل. من ناحية المعادلة بس نصيحة لوجه الله تعالى، لأن أقول لك على حسب خبرة، أخذ كورس، لا تفوت المعادلة دايركت. تمام، اخذ كورس تدريبي قبل ما تفوت المعادله، سواء تحب تاخذ كورس ويانا بي ار اكس كورس، او تحب تاخذ كورس ويا ناس ثانيين، بس اخذ كورس. لانه اذا ما اخذت كورس ترى ترسب، اني اعذر من انذر، انا اقول لكم ترى هاي حسب خبره من كل الناس اللي حوالي. تمام، فهاي النصيحه، لانه نسبه النجاح جدا ضئيله بالمعادله، بس 47%، والامتحانات دي يصعبوها حسب مدارس ما. زين، أنا دا أقرأ الامتحان وقدمت عن معادلة أقدم عليها من توصل كندا. يس أوكي صح، عفوا شكرا للجواب. زين، ألبرتا حيصير بيها بريدجينج سنة 2021، والله خبر جديد، أنا ما كنت أدري يا حبيبي. أوكي، مقيم في أوتاوا. زين، هل صحيح أكو اختلاف؟ بس لحظة، موضوع ألبرتا يبقى بيها بريدجينج، حتى لو راح يكون بيها بريدجينج، ألبرتا الرواتب مالتها أعلى من أي مقاطعة. تمام، يعني حتى تعويض البريدجينج شوية بألبرتا بأمل. هاي شغلة. والشغلة الثانية، مثل ما أنتم شفتوا بالسلايدات، ألبرتا عندهم قابلية أكثر، يعني عنده فلكسبيليتي أكثر الصيدلاني، عنده يقدر كل شيء يسوي بعيداً عن كل المقاطعات الثانية، فهو مسيطر هواي أكثر من المقاطعات الثانية حتى لو أكو بريدجينج.
زين، هل صحيح اكو اختلاف امتحان بين المقاطعات لو كلهم نفس الامتحان؟ لا 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 لا، امتحان فيدرالي، امتحان فيدرالي. مثل شلون احنا لما نقدم بكالوريا بالعراق او توجيهي بالاردن، امتحان وزاري بكل المدارس، نفس الشيء امتحانات المعادلة هي امتحان فيدرالي. لو انت في اي مكان بكندا حتقدم نفس الامتحان، ما يفرق المقاطعة. كيفية الحصول على Pharmacy Technician Register؟ هلا as a Pharmacy Technician Registration تروح على موقع الـ PEBC، تمام؟ أنا مشكلة ما أقدر أحط كومنتات لأنه أنا بالجروب، خليني أحط لكم إياه هنا. أوكي، موقع www.pebc.ca، تمام؟ احط لكم اياه www.pebc.ca. طبعا هاي للمعادله، سواء معادله للصيادله او التكنيشن. اني صدقا ما عندي خبره بموضوع الريجستريشن للتكنيشن، انه واحد يكون ريجستر تكنيشن، انا ما عندي خبره، بس واثقه بخبرتي كصيدله انه موقع بي اي بي سي بكل المعلومات اللي تريدها. ثقوا، ما تحتاجون أي شخص تسألوه بكندا، لأن المواقع الكندية بيها من المعلومات كل شيء، كل تفصيله، خصوصي ال شو يسموها Pharmacist Gateway Canada مثلا، كل شيء بيها. زين، أوكي، خلينا نشوف شنو أكو بعد. أوكي، ممكن تنزلي الرابط أو اللينك، الرابط لشنو ما أعرف. أوكي، أهلا وسهلا. طيب، لمدة سنة كيف أسجل؟ أوكي، درست Pharmacy Technician لمدة سنة، كيف أسجل لأكون Pharmacy Assistant؟ Pharmacy Assistant ما بي registration، أي أحد ممكن يشتغل Pharmacy Assistant. إذا أنت درست Pharmacy Technician المفروض تفوت as a registration as a Pharmacy Technician. هاي معلومة على فكرة أكو هنا بكندا، أكو شيء اسمه Pharmacy Assistant، بعدين Pharmacy Technician، بعدين Pharmacy Intern، Pharmacy Student والPharmacist. اوكي، فاحنا الفارماسي اسيستنت هذا ما بي اي ريجستريشن، من الفارماسي تكنيشن واصعد هذول كلهم ريجسترد، تمام. سو انرجيتك، او ثانك يو سو ماتش، يو ار تالي تالي ويلكم، ثانك يو، حلو انه حبيت. اوكي، ابقي البث، عافيه تدلنين ياسر. اوكي، ممكن سؤال، انا صيدلاني متخرج وعندي خبره في العراق، وخلال كم يوم موعد سفري. ها انت نفس سؤالك؟ اوكي، نفس السؤال هذا. زين، شكرا كلش على مساعدتك، لانه انا الموضوع محيرني وما اعرف شنو الخطوات او المواد اللي لازم ادرسها حتى اقدم الامتحان. ممكن تعطيني موقع من وين اقدر احصل على هاي المعلومات؟ زين، من هاي المعلومات مثل ما انا قلت لكم، عندنا الفيسبوك مالتنا اركس كورس، اصلا قبل كم يوم سوينا لايف على خطوات المعادله باللغه الانجليزيه بالتفصيل الممل. اليوتيوب مالتنا موجود، همينا تقدرون على خطوات المعادلة كلها بالتفصيل الممل. زين، عندك فكرة عن شنو لازم ندرسه على مود المعادلة؟ شنو المواد أو شنو أسماء الكتب؟ أوكي، هذا حالياً صار الموضوع معادلة. تحول اللايف للمعادلة، أنا توقعت إنه راح يتحول إلى هذا المجرى. أوكي، من ناحية المعادلة، خلينا نسولف بالمعادلة. من ناحية المعادلة، تمام، الكتب اللي إحنا لازم ندرسها قيامة، to be honest، مشكلة الامتحان خصوصا الـ evaluating exam. evaluating exam متوسع بطريقة فظيعة، من أول متوسع بطريقة فظيعة، يعني خلينا نقول من أول يعني من أول امتحان اللي هو الـ evaluating exam. بالـ evaluating exam أنتوا فعلياً، خلينا نقول بالـ evaluating exam، خلينا بس أحط لكم اللينك مال المعادلة مالتنا حتى نكون على بينة كليتنا سويها. زين، فمن ناحية إنه إحنا مثلاً من الـ evaluating exam إحنا رح نبلش من سنة أولى، يعني حتى البيولوجي حيمتحن لكم بيها. بيولوجي، organic chemistry، medicinal chemistry، biochemistry، pharmacokinetics، فارماكوثيرابي أكيد طبعاً، فارماكولوجي، شنو بعد؟ بارا ثيرابيوتكس، OTC، كل هاي الأشياء بالامتحان، تمام؟ فهسه واحد يقول مثلاً زين أني شنو المراجع أو شنو مين أدرس أو شيء؟
ماكو كتاب معين نقول لك ايه هو هذا المرجع اللي تدرس منه، تمام؟ ماكو شيء معين نقول لك ايه خلاص هو هذا كامل 100%، اوكي؟ ماكو كتاب ولا ماكو كورسات. كل الناس حاليا هي تفوت كورسات، اوكي؟ يا اما تفوت كورس ويانا بار اكس كورس، اكو عندنا عندكم تعرفون فارما اتشيف، اكو عندكم مصباح، هذول الناس. احنا ويانا عندنا صيدلاني مسجل في كندا، مو انا اللي ادرس، صيدلاني مسجل في كندا في البرتا هو اللي يعطي الكورسات. والحلو بيه انه لما يشرح يشرح باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وهذا الشيء انا متاكده انه ما موجود باي مركز ثاني او باي احد ثاني. وبنفس الوقت انا يعني الله سبحانه وتعالى يشهد علي انه الفيدباك اللي احنا ناخذه من طلابنا انه شرحه كلش حلو، وفعلا شرحه كلش حلو. انا من الاشخاص اللي تفرجت وياك المحاضره ما شاء الله عليه، يعني اسلوبه كلش لطيف وحلو، ويبقى يربط لك لانه هو شنو يداوم بالصيدليه، فهو يرجع شكو قصص شافها بالصيدليه يرجع يحكي لك اياها بالكورس، تمام؟ راح احط لكم بالكومنتات شو اسمه خطوات المعادله باللغه العربيه، عمان اليوتيوب مالتنا هسه حطيت لكم اياه بالكومنتات، تمام؟ هيجي زين. هسه شنو بعد؟ خلينا نشوف وين القي تفاصيل المعادله، هاي حطيت لكم اياها بالكومنتات. شكرا حبيبتي تسلمين. انا هم عندي اوكي خبره بالريسيرش من عمان، ممكن اسم المكان اللي اقدر امتحن به، اوكي؟ ACRP او سوكرا، تمام؟ هنا بكندا يحبون سوكرا، فهاي اكتب لك اياها سوكرا اور ACRP. افتح على جوجل، تمام؟ افتح على جوجل وسوي سيرش يا سوكرا او ACRP، اثنيناتهم ممكن تاخذ منهم السيرتيفيكيشن، تمام؟ افتح على جوجل سوي سيرش عليهم الامتحانات، هم راح يعينونك المركز اللي تمتحن به، ماكو مكان معين تروح عليه، كله عن طريق الموقع يصير، تمام؟ كل التفاصيل تصير عن طريق الموقع. زين شنو بعد؟ اوكي زين. اذا يصير نقص بالصيدلاني او اذا يصير نقص شنو الاجراء النركوتيك؟ عندي سؤال، ايش قد مسموح اللي يصير؟ اوكي مو كلش افتهمت سؤالك. شنو يعني اذا يصير نقص بالصيدلي؟ يعني نقص بادويه النركوتكس الموجوده بالصيدليه؟ اول شيء ماكو صيدليه تفتح من غير انه يكون اكو صيدلاني موجود، 100% لازم يكون اكو صيدلاني موجود. ماكو شفت من غير صيدلاني، تمام؟ فما اعرف شنو قصدك بالباقي صراحه، إذا تقدر توضح سؤالك أكثر. ممكن أسجل بالكورس قبل ما أكمل الدوكمنت إيفالويشن؟ طبعاً أكيد ممكن أسجل بأي كورس قبل ما أكمل الدوكمنت إيفالويشن. عادة كل الكورسات اللي قلت لكم عليها، الكورس مالتنا وغيرنا، نعطي سنة أكسس، يعني سنة كاملة أنت تفوت الكورس من أوله لآخره عادي. زين كم ساعة الفارماسي تكنيشن؟ شو هذا السؤال؟ شلون كم ساعة؟ شنو شغل وشنو؟ احنا عادة الفارماسي اسيستنت نشتغل عادي، يعني حتى لو انت بارت تايم ممكن تشتغل 8 ساعات 5 ايام بالاسبوع عادي وانت بارت تايم، ما اعرف شلون بس تصير. زين شيماء ممكن تحفظ الفيديو تدلنين؟ اوقات الكورسات، اوقات الكورسات احنا الكورس نبلش به كل احد طبعا، نبلش دائما بالكورس قبل 6 شهور من وقت الامتحان، يعني احنا الكورس الناس اللي راح يقدمون بشهر 6 انفتح الكورس التسجيل مالته شهر 6، فهي تبقى الكورس مالتنا مرتين بالسنه حسب موعد الامتحان، تعرفون هو الامتحان يصير مرتين بالسنه، فبناء على ذلك متى يبدا بالنسبه للاي اي؟ متى يبدا بالنسبه للاي اي من ناحيه موقع البي اي بي سي؟ الاي اي راح يكون بشهر 6 حسب ما قريت، كانه 15/6 موعد الامتحان. من ناحيتنا احنا الكورس مالتنا يبدا يوم 6/1. بعد إذا تريدون أي تفاصيل من ناحية الكورس، من ناحية أول شيء أنا موجودة بالجروب، تمام؟ خلينا نركز واحدة واحدة. من ناحية الشغل as a pharmacy assistant أو من ناحية أي شيء له علاقة بالصيدلة أو هاي الأشياء أنا موجودة بالجروب، تمام؟ أكو بالجروب option، تمام؟ حلو كل شيء. هو ذيك المرة ضفناه اسمه request or offer help،
تمام؟ روحوا هناك على request or offer help أو a mentorship. المفروض أنا موجودة إنه أنا as a mentor. Yes. A mentorship على الجروب. تمام؟ فأني منتر على الجروب، فممكن تواصلون وياي إذا أي شيء تحتاجوه. تمام؟ أنا هنا حتى أساعدكم، حتى أساندكم، لأنه أنا مريت بهذا الطريق وأعرف إيش قد موحش وإيش قد مظلم. فأحلى شيء إنه واحد يجي أحد حواليه. تمام؟ فهاني هاي أول شيء. تمام؟ هاي القاعدة. القاعدة الثانية من ناحية الشغل بشكل عام، عندكم دكتورة رويدة ورشا ويانا بالجروب، سألوا أي شيء تريدوا. اي شيء محتاجيه حطوا على الجروب، حطوا بوست يا ابو انا محتاج كذا كذا، محتاج مساعده بكذا، شلون اسوي كذا، محتاجين الرزومي مالتكم. دكتوره رويده مثلا تباوع على الرزومي، ممكن تقعد وياك ساعه وتسوي وياك لقاء وتشوف الرزومي مالتك بالتفصيل الممل، الكفرنج لتر محتاج مساعده بيها، اي شيء اي شيء سألونا بيها، احنا عيوننا لكم تدللون. زين، هاي الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه من ناحيه اذا عندكم اهتمام او اذا تعرفون احد كيفكم، يعني عندكم اللي هو شي يسموه RX كورس، موقعنا هو بس بكل بساطه تكتبون على جوجل او تكتبون باي مكان www.rxcourse.com وتلقون مالتنا الموقع، تلقون الكورس مالتنا. اذا تريدون تتواصلون وياي على صفحتنا على الفيسبوك همينا تدللون. تمام، كل شيء تريدوه همينا تدللون. أهم أنا ححط لكم اللينك مال الكورس إذا تريدون. زين، هسه شنو بعد؟ أكو سؤال. أوكي، السؤال قصدت إيش قد مسموح نقص بأدوية الناركوتك في الصيدلية؟ ممكن حسابه مضبوط وراحت بالغلط تجاه الصيدلية أو سي بي فخذت 5 أو 10، شنو الإجراء اللي يصير من قبل الأو سي بي؟ يعني لنفرض إنه أكو نقص، يعني قصدك سرقة، يعني إنه مثلاً جزء من الناركوتك مباقت، هذا اللي قصدك بالنقص؟ طبعا هاي مصيبة. هاي مصيبة تحل على الصيدلية ومن فيها. هنا على فكرة بالصيدليات كلش احتمال انه يصير هيك مصيبة نادرة جدا. الناركوتكس هنا التعامل وياها شديد شديد، معنى اللهجة. اول شيء عندنا قاصة، والقاصة مقفولة وما تفتح القاصة الا لما تحتاج الدواء، جاية وصفة به، ولما تعد مرتين، تعد الدواء اللي عديته وتعده مرة ثانية، والصيدلاني يرجع يعده وراك، وبعدين وراها يعدون عدد الحبوب اللي ظلت بعلبة الدواء اللي تركتها. ففعليا إذا أكو صيدلية يصير عندها هيك إجراء فهاي كارثة. من ناحية شنو الإجراء، هذا الإجراء الصراحة هو إيه صار ويا الـ OCP وفتحوا لجنة التحقيق فعليا، وأنا صراحة ما عندي تفاصيل هذا الموضوع بشكل عام لأني ما توغلت بهذا الشيء وما صار وياي أو ما صار بصيدليتنا، ولكن يفتحون لجنة التحقيق طبعاً أكيد. يعني هاي عملية التحقيق تصير، هذا مو فد شيء سهل يمشي. شكراً على المعلومات، العفو، تدللون. كورس الامتحان الثاني أمتى يبدأ؟ قصدك الـ MCQ الامتحان الثاني؟ إذا كورس الامتحان الثاني احنا راح نبلش ان شاء الله الام سي كيو، راح نبلش تقريبا باخر شهر 12 او بشهر الواحد. تمام. الله يسعدكم والعفو تدللون. اوكي تمام، ارجو انه اكون فدتكم، وارجو انه تكون المعلومات مفيدة إناف، وانه تكونون تونستوا باللايف. شكرا لكم جميعا، شكرا لانه انتم جيتوا ويانا باللايف. وإذا محتاجين أي مساعدة رجاء حار لا تترددون. تمام، أنا وياكم شو كنت ما تريدون وبس، وهيجي وخلصنا. تمام، يلا ديروا بالكم على نفسكم. لحظة، همين أكو سؤال هشون بدي أروح يابي. أوكي، عطشت والله. أوكي، أنا فارماسي جديدة. أوكي، أنا جديدة وأحتاج أقوي نفسي بالسوفت وير، أكو برامج تدريبية أقدر أتابعها باليوتيوب مثل ما قلت ليش كرولز روحي فتحي على كرولز. خليني احط لكم الكومنت على كرولز حتى تتدربين زين. ترى هم ما يسألون هنا، احط لكم الموقع هاي مال تيلس. ترى هنا انا ما يسألون على موضوع، ها هي شوفوا حطيت لك اياه. هنا ترى ما يسألون على شهادات وسيرتيفيكيتس وما ادري شنو. عندك ريجستريشن، يسألون عن ريجستريشن. ما عندك ريجستريشن جاي فارماسي اسيستنت، بس قول على الرزومي مالتك او على الهاي يا باني اعرف كرولز. خلاص، ها هي. شلون عرفت كرولز؟ يا بتفرجت فيديوهات على اليوتيوب. تفرجوا الفيديوهات، ترى كلش مفيده.
تفرجوها يصير عندكم خبره وصير عندكم معرفه وصير عندكم فكره، حتى لما تفوتون الصيدليه يصير الموضوع شويه سهل عليكم. لانه للاسف مثل ما بقول لكم واكررها عليكم، ترى الموضوع شويه صعب. يعني لما تبلشون تشتغلون ببطن الصيدليه، يعني اول شيء طريقه اجتماعيه انه راح تشتغلون ويا جميع اصناف الشعب. ثاني شيء الضغط، الصيدليات هنا جدا جدا عليها ضغط، الاستعجال، الدقه، ماكو فكره انه تلعب وتلزم موبايلك وتتونس شويه بلشت المسلسل وترجع ورا الصيدليه تكمل واجبتك وتتفرج المسلسل، ماكو هيك شيء هنا. فبالتالي كل ما تكون مجهز نفسك اكثر كمخ، مجهز نفسك وكسيستم، مجهز نفسك وكعلم، مجهز نفسك، كل ما عملية شغلك واندماجك بالشغل تكون سموث وتكون أريح لك إن شاء الله. شكراً وايد على المعلومات المفيدة، تدللون، جزاك الله خير، وجزاك الله خيراً يا رب. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم شمس الشيخ لي. يلا، السلام عليكم.